أصر على كلمة الأثر هاجر. أصر أطفال زمان قبل 20 سنة على فرض. مساكم سعيد متابعينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو. بتمنى دائما نقدم ما هو أفضل من خلال شبكة منصات الإعلامية. محور حلقتنا لليوم قد لا يكون منتشر بشكل واسع، لذا أردنا تسليط الضوء عليه، ومن خلال حلقتنا لليوم نتحدث عن الموسيقى ولكن بشكل جديد وقالب جديد، وعن أهمية التربية الموسيقية والعلاج النفسي بالموسيقى. نستضيف وإياكم الأستاذ محمد حسون، خبير تربوي وموسيقي. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا ست هاجر، أهلا هاجر شاهين الإعلامية المتألقة دائما. شكرا لحضرتك، شكرا لشبكة منصات، الشبكة الأجمل والأروع في العالم العربي كله. إن شاء الله يا رب دائما نقدم الأروع والأفضل دائما. أكيد. يا رب. وشعارنا القادم أجمل. نعم صحيح. خلينا نحكي هيك بداية أستاذ محمد عن موضوع الموسيقى، وكونك خبير موسيقي، عن بداياتك، عن المواضيع اللي رح نطرحها حتى بحلقتنا لليوم عن التربية الموسيقية والعلاج النفسي بالموسيقى. يعني كموسيقي بدأت بمنتصف التسعينات بتعلم الموسيقى، كان عندي هواية بالموسيقى، وجدت الحمد لله أهل بيهتموا فينا، وهذا الإشي اللي أحيانا بنفتقده، بنسمعه في بعض العائلات إنه في بعض الأطفال يمتلكوا مجموعة مواهب ولكن الأهل دون الاهتمام ما بيهتموا فيها. وهذا دعوة مني للأهل إنهم يهتموا بمواهب أطفالهم. بدأت بمنتصف التسعينات، تخصصت بالموسيقى الغربية في البداية، ثم توجهت للموسيقى الشرقية، تعلمت المقامات الشرقية، تعلمت عزف الأورج وعزف العود، ألفت مجموعة من الكتب. في عندي كتاب اسمه الثقافة الموسيقية، كتاب آخر اسمه حديقة الموسيقى للأطفال، يعنى بالموسيقى للأطفال فقط. ألفت أو لحنت مجموعة من الأغاني لي مسجلة بوزارة الثقافة، 8 ألحان، طبعا ألحان وطنية المقصود فيها. ثم بمنتصف الألفينات خليني أسميها هاجر، بدأت بمشروع تلحين أناشيد الأطفال في مناهج وزارة التربية والتعليم في موضوع اللغة العربية. هذا الإشي اللي أحيانا نحن نفتقده بالضبط، عشان هيك احنا حابين نسلط الضوء عليه، خصوصا على يعني موضوع التربية الموسيقية. هلا ما كثير في مدارس حتى بتهتم، بجوز المدارس الخاصة اكثر شيء، بس كمنهاج يدرس للطفل، يكون حتى الطفل ينمو بطريقة صحية وصحيحة من خلال الموسيقى، نفتقد هذا الشيء. لا شك احنا لازلنا نهتم بالمواد الأساسية، لغة عربية، رياضيات، لغة إنجليزية الى اخره، ولكن نفقد اللغة والروح الأجمل بين هذه المواد وهي الموسيقى. صح. نفتقدها في مدارسنا، مع العلم أنها موجودة دائما في حياة الطفل منذ أن يخرج من بيته لغاية ما يرجع ينام في البيت. صحيح. وهو يسمع الموسيقى. صحيح، وخصوصا أنك كمان مدير مدرسة سنة. نعم. سنين يعني. نعم. ما شاء الله، فأنت منتبه لهذا الموضوع بشكل كبير. لا شك، يعني أنا دائما بدعو في مدارس اللي بعمل فيها لإدخال التربية الموسيقية كمنهاج أساسي ومنهاج خفي أيضا. نسمع الطفل عم بسمع موسيقى، من طبعا الموسيقى لا تمت لكلمة موسيقى أو ألحان أو أغاني بصلة. فدائما أنا بدعو مثلا لمعلمين اللغة العربية إنهم يغيروا الأناشيد اللي موجودة بمنهاج اللغة العربية للصف الأول ثاني ثالث. هاي الأناشيد ديش أسميها أغاني، لأنها لازالت أناشيد، كلمات. أكيد. جامدة. أيوه. لا يستطيع المعلم تنفيذها بالطريقة السليمة، بيكون هو عبارة عن ترديد بس، تلقين عيد ومن وراي يلا، ونفس النغمة نفس الريتم بيكون. حتى إحنا وإحنا صغار بنتذكر هذا الشيء. يعني نفس الشيء بنعيد، كلنا حافظين نفس السيستم. بينما نعطيها قالب موسيقي يخفف على المعلم وقت، يخفف جهد، بل يعطي جانب روحاني للطفل. أيوه صحيح، وممكن انه يحب هاي الماده اكثر ويبدع، وممكن مثل ما تفضلت حضرتك انه من صغره تنمي عنده شيء لقدام. ممكن احنا بنعمل جيل حتى. صح. واعي بالتربيه الموسيقيه ومن نواحي عديده، وبجوز ذكرت قبل الحلقه كنا نحكي انه نادر لتلاقي بعالم الجريمه حدا موسيقي. صحيح. صحيح، لا يوجد مجرم موسيقي. أنا مش لا يوجد على الإطلاق. أكاد أجزم، وكلمة أكاد عليها قوسين، أكاد أجزم أنه لا يوجد مجرم موسيقي، إن كان
عدد المجرمين فهم لا يشكلوا نسبة ذات خلينا أسميها بالإحصاء ذات دلالة إحصائية، لا يوجد. فبالتالي الموسيقى تهذب النفس، تربي الأجيال بفهم الأشياء، تنمي اتجاهات الطفل نحو مثلا لما بقول أنا مثلا بدي أستمع للموسيقى، الموسيقى اللي موجودة حاليا في بعض القنوات أو في بعض خلينا أسميها الأغاني المنتشرة الآن هي ليست موسيقى، هي كلمات مبتذلة معلش للأسف أكيد أوكي، ألحان غير صادقة. فبالتالي إحنا حاولنا أو لازلنا نحاول إنه نغير هذا المفهوم، نقدم الشيء الصح عن الموسيقى بمفهوم الصحيح، بمفهوم الموسيقى، وخاصة الفئة المستهدفة عندنا أطفال، أولادنا أطفالنا اللي أصلا يعني بتعريف الأمم المتحدة الطفل من عمر يوم لغاية 18 سنة. صحيح، هو طفل. كم تشكل هذه النسبة؟ كم تشكل نسبة الأطفال في العالم العربي؟ بديش أقول بس بالأردن، أكثر من نصف الشعب العربي أطفال. فبالتالي إذا أنا وجهت الأطفال لسماع موسيقى أو لأداء موسيقى وإعطاها صبغة تربوية حتى، فأنا يعني فعلا بربي جيل جيد يتجه نحو الأفضل بكل سهولة ويسر. أكيد. بدي رأيك أستاذ محمد بخصوص بعض القنوات اللي هي مخصصة للأطفال، يعني أنا بعتبر هاي القنوات، أنا من رأيي الشخصي، ما بعرف شو رأيك برضو بهذا الموضوع، هي عبارة عن توحد للأطفال، سواء موسيقى كلمات، يعني ما بعرف حتى طريقة توصيل المعلومة من خلال الأغاني يعني بتوتر وبتصيب الطفل بتوحد لدرجة أنه ما عنده أي تفاعل اجتماعي حواليه، بس حافظ مش فاهم الطفل. هذا شو رأيك في هذا الموضوع؟ هلأ للأسف يوجد كثير قنوات مخصصة للأطفال وهي ليست للأطفال فعليا. يعني استمع، حط الأغاني دائما، أغاني الأطفال حطها في قالب وحكمها، لا كلمات مناسبة ولا ألحان مناسبة. وبالتالي أنا دائما أنظر ستي أو يا هاجر، أنظر للأثر. أوكي. الأثر المقدم شو اللي للطفل، النتيجة، خلينا شو النتيجة للطفل، شو استفاد الطفل؟ ولا إشي، بل بالعكس أصبح مثل ما تفضلتي، هو حافظ بيردد مش فاهم، حافظ الكلام ما له علاقة بشيء، لا ينمي أي موهبة عنده، بل لا يعكس أي اتجاه نحو قيمة معينة. فدائما احنا بندعو لتنظيم هذا العمل أولا، أو لتقنينه وإعطاءه الصبغة التربوية بعيدا عن الموسيقى كموسيقى بحتة. طيب كيف حتى نعطيه الصبغة التربوية؟ يجب أن تكون الكلمات والألحان مناسبة للطفل، يعني الطفل يحتاج إلى لحن سهل سريع، أكيد يقدر يحفظه ويقدر يحفظ الكلمات يفهمها وتكون الكلمات ذات مغزى. يعني أنا بدي أحط كلمات عن سوري، يعني بعض الكلمات الموجودة، كيف الطفل مثلا بدي أروح سوري، يعني بدي أروح الحمام، طب أنا مش ضروري أغني وأنا رايح الحمام مثلا، لا، في قيمة مثلا قيمة الصدق، قيمة النظافة. أنا بدي أنمي اتجاهات إيجابية للأطفال نحو هاي القيم من خلال الموسيقى. بس أنا كمان يعني بدي بقول أنا من خلال الموسيقى، بس أنا بدي أضيف معلومة كمان برضو، الكلمات يعني الكاتب، يعني هذا ما له علاقة بالموسيقى، يعني الكاتب اللي بيكتب الكلمات، يعني للأسف نص القنوات أنا ما بعرف شو بتهيأ له، يعني ما بعرف شو بتهيأ له ليوصل للطفل إنه يحفظ شيء بيوتر. يعني أنا حتى كبيرة بسمع هاي الأغاني، وكيف بسمعوا هدول الصغار، يعني كيف عايشين، أنت فاهم كيف؟ أصر على كلمة الأثر هاجر. أصر، أطفال زمان قبل 20 سنة على فرض، في حتى مثلا أنا دائما بقول أغاني الأطفال القديمة، مقدمات ساسوكي وبيبير وكذا، لما بنحكي مثلا زي سنان، ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، أعطيني أغنية الآن تحث على الخير والسلام من أناشيد الأطفال اللي موجودة. لا لا لا، ما في. عشان هيك انظري لسلوك الأطفال الآن وسلوك الأطفال قبل 20 سنة. الآن أطفالنا عدوانيين جدا، عندهم توحد، عندهم مشاكل سلوكية، هذا كله نتيجة شو؟ نتيجة سماعهم للأغاني. كل يوم الطفل عم يسمع أغاني مثل هيك بلا كلمات وبلا ألحان، هذا بحد ذاته مرض. صحيح أكيد. صحيح. رح نحكي عن العلاج النفسي بالموسيقى لكن بعد الفاصل، تابعونا مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل راجعين.
رجعنا معكم متابعينا الكرام، واكيد كنا نحكي استاذ محمد قبل الفاصل عن موضوع العلاج النفسي بالموسيقى. نعم. هلا بدنا نشرح هلا اكثر للمتابعين. هلا هاجر، انت بتعرفي من قبل 10 او 15 سنه كلمه قتل او مشاهد القتل والترويع والدمار لاطفالنا كانت مستهجنه جدا. كانت الاطفال بيخاف لما يشوف على القنوات التلفزيونيه زمان مشاهد قتل. الان اصبحت امر اعتيادي للطفل، لما يشوفه كاني انا شايف فيلم كرتون. اوكي، هذا شو سببه؟ خصوصا مع السوشيال ميديا والوسائل، حروب مستمره، مشاهد دمار مستمره، بتفتح التلفزيون مقتل، مصرع، استشهاد، قتل كذا. للاطفال هذا اصبح اعتيادي. تمام. هلا بالازمه، للاسف بالازمه السوريه، نتمنى السلام والامن لجميع دولنا العربيه والعالم كله. بالازمه السوريه انتم عارفين انه صار في لجوء من الاطفال السوريين نحو دول الجوار. صحيح. فمن الجل هاي الاطفال او هدول الاطفال اجوا على الاردن ودخلوا انضموا للمدارس في الاردن، وكان يعني معي انا تجربه شخصيه. عدد من اللاجئين الأطفال السوريين اللي دخلوا المدارس شاهدوا مشاهد قتل أمام أعينهم، فبالتالي صابهم شوك، خلينا أسميهم شوك نفسي. فكان كيف بده يتعالج نفسيا من هاي الشوك؟ أحد المحاور كانت الدمج مع الأطفال، معاملتهم بشكل اعتيادي، ولكن أنا استخدمت أسلوب مختلف، استراتيجية مختلفة، وهو العلاج النفسي بالموسيقى، وهو نظرية ميوزك ثيرابي موجودة. هاي النظرية بتقول إنه يجب إنه أنا أعطي الطفل اللي بيعاني من بعض الأمور النفسية خلينا أو الأمراض النفسية نتيجة مشاهد معينة، يجب إنه أنا أنزعها من اللاوعي، من مفهومه ومن ذاكرته. طبعا من ذاكرته حتى ليست قصيرة الأمد إنما طويلة الأمد. أكيد، لأنه هو بهذا العمر رح يضل معاه هذا المشهد مدى حياته. هاجر، اسألي أي طفل قبل 5 سنوات شو صار معك، وين كنت مثلا بالدولة الفلانية اللي صار فيها حرب، ممكن يحكي لك كل التفاصيل. فأنا دوري كتربوي، دوري أمام هذا الطالب، دوري الإنساني حتى، إنه أنا أوجهه هاي الحالة وأوجهه بطريقة وأزيل صحيحة. أزيل الأمور السلبية اللي موجودة من مشاهد القتل، من اللاوعي اللي موجود عنده، من خلال بعض الألحان اللي أنا بقدم له إياها وفق برنامج زمني. يعني أنا ممكن أعطي في البداية، أستقطب الطفل، أعرفه عن نفسي، أبني ثقة بيني وبين هذا الطفل، ومباشرة أبلش أنا أسمعه بعض الألحان، بعض الموسيقى. في ألحان معينة أو موسيقى معينة؟ لا، يعني لا، هو ثيرابي بهاي الطريقة. هو لا يوجد شيء محدد في الموسيقى، ما في شيء محدد. وفق حالة الطفل ممكن أنا أختار له موضوع موسيقي. طبعا الموضوع، أنا بحكي موضوع موسيقي، هو عبارة عن لحن، جمل موسيقية، جمل. لما بنسمع إنه مثلا موسيقى معينة موجودة في العالم، مثلا زي سيمفونيات بيتهوفن، أنت بتسمع الموسيقى ولكن تتخيلي قصة. أيوة. بتسمعي ألحان للموسيقيين العرب مثل أمثال فريد الأطرش، عبد الوهاب. أكيد. تسمع الموسيقى لو أنت ما فهمت كلماتها، أنت قد تتصور قصة. أكيد. الأغنية. أكيد. بس من خلال السمع. الموسيقى، السمع. فبالتالي أنا بسمعه موسيقى، هو يتخيل قصة معينة، وقد أدمج معها قصص موجودة، فبالتالي على مدار فترات معينة، فترات طويلة، مع العناية المركزة بالموسيقى، قد يخرج الطالب من حالته النفسية، من هاي الحالة النفسية. نعم. لا يصير إنه شخص طبيعي وينسى هاي الذكريات الأليمة. نتمنى. يعني تأكيدا على كلامك، كنت في مرة بمخيم الزعتري، كان عنا عرض تقريبا مسرحية، كان من ضمن العرض للأطفال السوريين اللاجئين كابوييرا، الموسيقى الكابوييرا هو أداء جسدي قتال، بس بدون ما حدا يلمس حدا، بالموسيقى فقط، موسيقى. نعم، دون كلام. دون كلام. فكان هذا الشيء، أنا حدا كبير، إنه استمتعت جدا. روحت البيت، إنه كان أول مرة بعرف شو كابوييرا، فروحت البيت ونزلت كتير فيديوهات، إنه استمتعت يعني. وحتى إحنا أحيانا بيكون ككبار بيكون علينا جهد، مش يعني خلينا نقول من حالة نفسية أو علاج نفسي، لا، بحاجة لشيء يعملنا رواء. صحيح. أو فصل صحيح. عن التعب اللي إحنا بنتعبه كمان، خصوصا مع الضغوطات، خصوصا مع الضغوطات النفسية اللي بعيشها المواطن خلينا. أيوه. أسميها، اللي أصلا بتنعكس كعائلة على الطفل، اللي يفرغ الأب والأم ضغوطاتهم النفسية على مين؟ على الطفل. والتالي الطفل شو اهتمام للطفل، شو بده يطلع هذا الطفل؟ فبالتالي أنا يجب أنه أنا أرسم له مستقبله بكثير نواحي. يعني مثلا نرجع لموضوع بعد إذنك هاجر، التربية الموسيقية، إحنا برضو اشتغلنا على مشاريع تلحين أناشيد الأطفال،
عمل بنسميها احنا بمشروع مسرحة الدروس. نعمل الدرس بدل ما هو جامد نعمله مسرحية، واكيد المسرحية يجب ان تصاحبها موسيقى تصويرية. أكيد. فبالتالي ممكن نقلل من الكلام المعطى ونعطي دور اكبر للموسيقى. أيوة. فبالتالي يعني كل هاي الاتجاهات نحن بننميها مع الأطفال بحيث يخرج بحالة من الأمن، بحالة من يشعر الطفل بإنسانيته، بأنه طفل يجب أن يراعى، يجب أن يؤخذ من بيده لمستقبل أفضل. مثل يعني مثل شبكة منصات القادم أجمل، دائما القادم أجمل لهاجر مع منصات. أكيد بإذن رب العالمين. شو هي النصائح اللي ممكن تقدمها للأهالي، وخلينا نقول كمان للتربية، حتى يقدروا إن شاء الله يا رب يدرجوا منهج لكل المدارس اللي هي بالتربية الموسيقية؟ يعني احنا بنشوف الأطفال دائما بالمدارس بيدخلوا على الغرف الصفية من الساعة 7-7:30 لغاية الساعة 1 داخل الغرف الصفية دون أي نشاط ترفيهي. أكيد. ممكن في بعض الأنشطة الترفيهية، ولكن فن رياضة خلينا أسميها الجانب الموسيقي، الجانب الروحي خلينا أسميه، يجب أن يكون موجود بالمناهج، مناهج المدارس إجمالا. بعض المدارس تطبق هاي المناهج، بعضها والأكثر منها نجد أنه علامة الطفل في الشهادة المدرسية الموسيقى 95. طب ماذا تعرف بالموسيقى؟ لا شيء. فهي أصبحت فقط شيء على الهامش، فقط لي أنا بس أدخل هالمادة. ولكن هو طبعا يوجد مناهج موسيقية ومناهج تربوية ومحكمة يجب أن تعطى، وهي دعوة أيضا للقائمين على المدارس إنهم يولوا التربية الموسيقية جل الاهتمام. صحيح هاجر، يعني هو مادة أساسية يجب اعتبارها التربية الموسيقية، لما لها أثر وإشي عظيم بيعطي الطالب، بيعطي نفسية جيدة. يعني أعطيه حصة لغة عربية رياضية ثم أعطيه حصة موسيقى وشوفوا بعد الموسيقى شو رح يبدع. كتير متحمس للي بعد، حتى تستطيع أنه أنت تأخذ الجانب الموسيقي هذا بوسائل تعزيز. الشاطر أنا رح أعطيه حصة الموسيقى، الشاطر رح أنا أعززه. وبالعكس هاجر كمان معلش أقاطعك، الأطفال يعني إجمالاً هذا العمر الصغار بحبوا الموسيقى، بحبوا الفن، صحيح الرياضة، مش يعني بس مواد جامدة. يعني سؤال، أقل مدرسة أو مدرسة متوسطة خلينا أسميها فيها 1000 طالب، ألا يوجد من 1000 طالب 2 بيعزفوا، 3 بيغنوا، 4 ممكن يكتبوا شعر، 1 ممكن يعطيه الصبغة الموسيقية، معلم موسيقي مبدع ممكن يقولب الجماعة هدول ويأسسوا فرقة. فبالتالي أنا الآن بحمل رسالة إنه في عندنا مواهب لا يوجد من يستغلها، بل يجب أن يكون هناك من يكتشف هاي المواهب ومن يستغلها بالحق. ونعم نعم بالضبط. طيب بدي أسألك عن أهمية الموسيقى والعلاج بالموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة. هم الفئة خليني أسميها الأكثر احتياجا منا، الأكثر اهتماما. يعني ذوي الاحتياجات الخاصة خليني يعني أسميها اللي هو special educational needs خليني أسميها، ولكن خليني أسميها الأطفال ذوي الهمة، بلاش الاحتياجات الخاصة. طبعاً معلش طبعاً هلأ طبعاً. هدول ذوي الهمة سبحان الله ربنا ممكن يأخذ شيء ويعطي شيء تاني. كثير منهم عندهم مواهب، مواهب عظيمة جداً من الأطفال ذوي الهمة، عندهم مواهب قد تكون هاي المواهب موسيقية، إحنا ممكن نستغلها. نقطة. النقطة الثانية هاجر إنه أنا ممكن أعزز هدول الأطفال ذوي الهمة، وأنا أركز على كلمة ذوي الهمة، أنا بعززهم إن هم أحد أفراد واحد منهم، أحد أفراد الأطفال، أفراد المجتمع، لهم العناية الخاصة، لهم كل الاحترام، لهم كل العطف، لهم كل المودة والاهتمام، ولكن هم لا يختلفوا عن حدا آخر. أكيد طبعاً. ولكن عندهم احتياج خاص يجب أن أنا ألبيه. وقد تكون طبعاً هذا موضوع كبير، يعني ممكن نتحدث عنه بحلقات أخرى. هذا موضوع ضروري كتير كمان. يعني قبل فترة حتى بضمن مهرجان جرش كان في حدا من ذوي الهمة كان كتير حاب بيعزف على الطبلة إنه يكون مع عمر العبدالله، مع الفنان عمر العبدالله على المسرح، وجوز انكتب عنه هذا الموضوع. قال له بعد ما تتعلم، يعني وعده بعد 2 سنين أوفى بالوعد قدام الجمهور كامل وأبدع، والكل كان يدور عليه. سينتظر هذا الطفل، سينتظر من هون لسنتين
وراح يضلوا على شوق ولازم دائما يتعلم يتعلم. فبالتالي شوفي انا كيف خلقت في هذا الطفل اتجاه حافز. ايجابي أيوة. وحافز نحو انسانيته. نحن انا انسان وانت انسانه، فبالتالي لنا احتياجات، لنا حدا لازم يهتم فينا، صح. لازم يسمع لنا. فما بالك لما انا بكون عندي، انا ذوي الهمه من اصحاب الهمه، ولكن انا عندي احتياج خاص، ولكن هذا لبيته من خلال الموسيقى. الله. فبالتالي انا ابدعت واصبحت رجل مهم في المجتمع، رجل او امراه. اكيد سيان. طبعا طبعا طبعا. طيب انا يعني الحديث شيق جدا بهذا الموضوع اللي طرحناه اليوم للمشاهدين، لكن الوقت عم بداهمنا، فبدي توجه رساله للأهالي ولكل حدا عم بتابعنا هلأ، وأكيد حيكون في بيننا لقاءات تانية لأنه في مواضيع كبيرة بدها تاخد مجال أكتر، ونخصص يعني حلقات لا مواضيع معينة في التربية الموسيقية والعلاج بالموسيقى. يعني رسالة بتوجهها، اهتموا بأطفالكم، تابعوهم، أعطوا جل اهتمامكم وقتكم الخاص لأطفالكم. أطفالكم ما أجوا هيك بالساهل، وهم مستقبلكم. أنا أحمل رسالة للأطفال وللأهالي، يجب أن يكونوا فعلا عائلة بكلمة، بمعنى كلمة عائلة، عائلة واحدة، طفل أب أم، يجب أن يكونوا دائرة واحدة. إن شاء الله. أكيد يا ربي بتمنى، وخصوصا مع السوشيال ميديا، أنه الأهالي ياخذوا العبرة وفعلا نهتم للأطفال ولتربية الأطفال في كذا مجال، وننمي مواهبهم مثل ما تفضلت حضرتك، حتى نخلق جيل دائما متمكن وواعي وإيجابي. وإيجابي أكيد. النتيجة صحيح صحيح هي إنه يكون إيجابي بعيد عن أي تهاترات بتصير حواليه، أي مشاكل، أي صعوبات. لا شك. أكيد. بشكر وجودك معنا لليوم. تسلمي. الله يرضى. الإعلامي المتألقة هاجر شاهين، القناة أو الشبكة الأجمل والأحلى والأروع، منصات، تابعونا دائما على منصات، ونلتقي لاحقا. أكيد. ما تنسوا اللايك والشير، وإذا حبيتوا الموضوع برضو نشوف الكومنتات تبعونكم مشاهدينا، وأي موضوع حابين نطرحه ياريت برضو تبلغونا عن طريق الكومنتات، ولا تنسوا اللايك والشير. سلامات. ونشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج سوشال.